اكيد بتضيف كثير، اكيد هالتكريمات اللي عم تصير وهالمستويات من التكريم سواء هون او التكريم اللي حيكون بالامم المتحده او التكريم، يعني اكيد هو يعني تكريم يحلم به اي فنان واي ممثل، وهو عندما تحصل عليه وانت في شاب في بدايه طريقك فهذا يعني مسؤوليه اكبر للخطوات القادمه. هذا يعني بانه يجب ان اكون على درايه باي شيء، باي خطوه قادمه ساقوم بها. مسؤولية كبيرة لا شك وسعادة كبيرة، بس إن شاء الله نقدر نقدم شيء بالأيام الجاية يعني على قدر هالمحبة وقدر هالتكريم وقدر هالحب الكبير اللي عم نواجهه.